غير جريليش يعني النقل المباشر والحي للتطورات المنتظمة، بمعنى أنه لن يستفيد جمهور واسع بالتسجيل، بل ستكون هناك متابعة مباشرة وحية للجمهور الإفريقي والعربي والأوروبي. ولذلك أدعو الجمعية العامة للتصويت على أكادير في أن تحتضن هذه الدورة. شكرا لكم ومرحبا بكم في أكادير. So everybody sit down and then we start the meeting and we start with the announcement of the winners for the 21 championship one. We have 128 votes. One vote was spoiled and the winner with 83 votes is Houston, USA. For so many years into the future. Thank you. Thank you very much.